مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. انخفض الضغط الجوي، هذا سمح لعبور اضطراب جوي على كل المناطق الشمالية. الرياح أيضا كانت قوية خلال ظهيرة اليوم على المرتفعات الشرقية بالواحات وشمال الصحراء، سببت الكثير من تطاير الرمال على أغلب المناطق الجنوبية. بالنسبة ليوم الغد بحول الله، نبقى دائما نشهد خلال الصباح سحب كثيفة على كل المناطق الوسطى والغربية، مرفوقة بأمطار رعدية خاصة خلال الظهيرة نحو المرتفعات الوسطى. تحسن تدريجي في حالة الطقس ابتداء من الظهيرة، هذا على السواحل الغربية ليشمل السواحل الوسطى خلال الليل بحول الله. تبقى أجواء مغشاة وشبه رعدية على المناطق الشرقية، الرعود ستكون أكثر نحو المرتفعات الداخلية. جنوبا بأقصى الجنوب نحو الجنوب الشرقي، الأجواء ستبقى مغشاة ورعدية. دائما لما نقول رعود، احتمال لبعض الأمطار الرعدية المحلية. الرياح تبقى قوية نسبيا على شمال الصحراء والواحات، مما ستعمل على تطاير الرمال خاصة بمنطقة الواحات وصفا. سيبقى يميز كل من شمال الصحراء، مناطق الجنوب الغربي ووسط الصحراء. فيما يخص الحرارة خلال ليلة اليوم، تتراوح ما بين 4 إلى 9 درجات على المناطق الداخلية، تصل لغاية 12 درجة بسواحل خاصة الوسطى. نفس المقياس بشمال الصحراء والواحات، تنخفض بدرجة واحدة بتيندوف، 18 بأدرار، بثمن راس وجنات، وال21 درجة ببرج برجي مختار وعين قزام. خلال ظهيرة الغد بحول الله، الحرارة القصوى تبقى معتدلة، مقاييس ما بين 19 إلى 22 درجة، هذا على السواحل. تنخفض بالأطلس الصحراوي حيث ستقارب 14 درجة فقط بالجلفة، 16 بالبيض، 19 درجة بمدينة باتنا إلى غاية تبسة، 23 إلى 24 درجة متضاربة بشمال الصحراء، 28 درجة بمرتفعات الهوغار وتاسيلي، 26 درجة بتيندوف، وال34 درجة ستكون بوسط الصحراء، تصل لغاية 37 درجة ببرج برجي مختار وعين قزام. بالنسبة لحالة البحر اليوم الغد، سيكون مضطرب كثير الاضطراب من سعيدية نحو بني ساف. الرياح ستكون قوية على السواحل الغربية خاصة خلال الظهيرة، قد تصل لغاية 60 كيلومتر في ساعة. تأتينا ضمن تيارات شمالية شرقية إلى شرقية على طول الشريط الساحلي، تكون ضعيفة صباحا بسواحل الوسطى وكذلك الشرقية، ثم تصبح معتدلة خلال الظهيرة بسواحل الوسطى، وقد تشتد نحو سواحل الشرقية لتقارب سرعتها 50 كيلومتر في الساعة. جولة خاطفة إلى بعض العواصم الأوروبية أو العربية أقول. إذن الأجواء ستكون غائمة على أغلب العواصم، تقع ببغداد، بدمشق، عمان والقاهرة، مرفوقة ببعض الأمطار على كل من بغداد وعمان. أجواء غائمة تماما بدمشق مع 11 درجات، 9 درجات ستكون كأدنى مقياس بمدينة عمان. القاهرة أجواء متقلبة مع 21 درجة، سحب عابرة على كل من الرياض، أبو ظبي ومدينة صنعاء. درجة الحرارة هنا ترتفع لتصل لغاية 30 درجة مع أجواء مشمسة تماما بجدة، 30 أيضا بمدينة أبو ظبي، لن تتعدى 26 درجة بصنعاء، وتصل لغاية 34 درجة بمدينة الخرطوم. عن وقت شروق الشمس لصبيحة الغد على مستوى العاصمة، سيكون في حدود الساعة 6 صباحا و56 دقيقة. شكرا على المتابعة، دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء.